في رعب عند كتير من شباب العالم كله، مش هقول المصريين، فكره ان انا لا ده انا هسيب الوظيفه الثابته المضمونه اللي عارف هيجي لي اخر الشهر وهاخد بقى زي ما اقول ايه غطس في عالم او في بحر العمل الحر. النقله دي فكرت فيها ازاي؟ ده ما هو المجال بتاعنا احنا ما فيهوش يعني ايه ما فيهوش مصاريف كتيره للانشاء. هو يعني رحت اجرت مكتب مثلا؟ اجرت مكتب وورق، يعني ورق فتح شركه ما كانش مكلف ساعتها. يعني اما بتبقى انت متفرغ لشغلك فانت ما عندكش حل غير نجاحه، مختلف عن ان بنقابل ناس كتير قوي. هو زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب، هو مش كده قوي، بس فعليا انت مشغول في شغلك. بس ما هو انت لازم تحط اولويه. مش بقول ان كل الناس تعمل الريسك وتروح تفتح، بس في نفس الوقت شويه معدلات صغيره. في ريسك، في ريسك لازم هيقابلك اي ريسك. هو كل ما انت اصلا نقلتي من مثلا من مكتب صغير لمكتب الكبير مثلا، ما دي فيها ريسك. وانا كان معايا كنت باخد رقم اكبر شويه ونزلت، ما هو ده بالنسبه لي ريسك.